في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد في مقر منظمة اليونسكو، انطلق معرض رسالة الإسلام من عمان، محققا هدفه في التعريف بالقيم الإسلامية الإنسانية الرفيعة وتقديم تجربة عمان الحضارية لصياغة خطاب عالمي أساسه بناء الإنسان وتحقيق كرامته والحفاظ على حقوقه. نؤمن بصدق عميق أن السلام والاستقرار لا يمكن تحقيقهما في أي مجتمع إلا من خلال الحوار والتفاهم. المعرض المقام اليوم اللي بيتكلم عن التسامح وبيتكلم عن فهم الآخر والتعايش المشترك، رسالة بتحملها سلطنة عمان إلى العالم من خلال منظمة اليونسكو. أنا زي ما قلت في الكلمة الافتتاحية، هذه الرسالة تأتي في الوقت المناسب. المعرض الذي شارك في افتتاحه العشرات من سفراء رجال السلك الدبلوماسي ولفيف من الأدباء والمثقفين، يشكل بلوحاته المعبرة جسرا للتواصل العالمي والحراك الديني والخطاب المعتدل الذي يعكس طبيعة الإنسان العماني المرتبط بعقيدته السمحاء وبرسالة الإسلام الغراء. تتمثل طبعا بهذا المعرض أولا لأن رسالة عمان مبنية على إرث خاص حضاري تاريخي له أصول متجذرة. المزيد من الأمثلة الضرورية، وإحنا بالنسبة لنا هذه الدعوة لحوار عبر الحضارات في نهج سلمي واقعي يدعو إلى المزيد من الثراء بالنسبة للحضارات مهم جدا. فمن حي هذه المبادرة نتأمل أن تستمر وأن تبقى عمان سندا لليونسكو في هذا المجال. معرض رسالة الإسلام من عمان تمكن وخلال سنوات قليلة من تكوين شراكات عالمية مع العديد من المؤسسات العلمية والأكاديمية والمنظمات الإنسانية، وها هو اليوم يستكمل عقد نجاحه بهذه الشراكة العالمية مع منظمة اليونسكو لتحقيق الهدف الإنساني القائم على المحبة والتعاون والسلام. منظمة اليونسكو بالطبع دائما تدعو إلى نشر السلام وثقافة السلام، وكما هو معروف في شعارها أن السلام يبدأ في عقول النساء والرجال، وكذلك السلطنة لعبت دورا كبيرا في نشر ثقافة السلام والتسامح بتوجيهات من صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. وهذه المبادئ التي تقوم عليها السلطنة هي نفس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها ديننا الحنيف الإسلامي الذي يعمل على نشر السلام والتعاون ما بين الأمم. المعرض في أيامه التسعة سيستقبل مئات الزوار من الداعمين للتسامح والباحثين عن مكنونات دين يقوم على المحبة والسلام وينشد الوئام بين الأنام، إنه الإسلام. يوسف الهوتي، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، منظمة اليونسكو، باريس.